السلام عليكم يا أساطير، واليوم هلا إني رح نكون بتوزيع البطاقات للفائزين، وندخل معانا أول فائز ونقول له يا أسطورة. مين كنت دخلوا يا شباب؟ هاي النمر، كفو عليك يا النمر. وهلا إني من عندك برليني، بنبدأ بأول بطاقة للنمر. هلا النمر، يا نمر كفو عليك يا غالي، وشكرا على الاشتراك بالمسابقة معنا. وانت تعرف يا طبعا زلمة، وهذا اول بود راح يكون لك يا نمر، هذا على المجموعة راح نبعثه. تمام، ماشي هذا الكود يا غالي. الله مثل ما يفضلك انتم شايفين، هاي اول كود بيستلموا باول مسابقة. على كفو راسي عليك يا نمر، ماشي، شكرا خفيفة على ماشي الاشتراك يا نمر. معلش نضيف الشباب الزعيم ودروبي. ماشي، كفو عليك. خذ الشباب الباقي. هلا بالزعيم، هذا يا زعيم، وهي المسابقة الثانية. وهذا كمان ربع بالسكواد. كفو عليك يا زعيم، وشكرا عليك والله، والله كفو عليك لاشتراكك بالمسابقة. هذا الكود يا غالي خذ. تمام، على المجموعة بعدنا. شوف هاي الكود الثاني من السلم المتسابق. كفو الشباب، كفو عليك يا زعيم. معلش نضيف كمان دروبي، نعطيه كود بعد تمام. اذنك. العافية على الشباب، السلام عليكم. سلام دروبي. عندك صديق؟ عندي انا، يمكن انا مصادق عليكم. مين؟ يلا هذا دروبي. وهاي المسابقة الأخير دروبي، كفو عليك يا أسطورة. سلموا يا أسامة لآخر متسابق فاز معنا، هو دروبي. وهاي البطاقة الأخيرة يا شباب من رومات فعاليات كلان الشيوخ. طبعا نهار كل نهار أحد الساعة 8 في توقيت تركيا المساء رح نعمل فعاليات أسطورية، وبالتوفيق للجميع. شكرا على المشاركة يا دروبي. حبيبي ماشي يا دروبي، كفو عليك يا دروبي. سلام عليكم. حبيبي يا دروبي.